رب تداركنا في تلاوة القرآن العظيم فإنه كلام الرحمن في الدارين. أعوذ بالله السميع العليم ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبيثة اتخذت من فوق الأرض مهبها من يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويذل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهم الأمل فسوف يعلمون. من أمة أجلها وما يستغفرون. فقالوا يا أيها الذين نزل عليهم الذكر إنك لمجنون. وما تهدينا بالملائكة إن كنت من الصادقين. ما تنزل الملائكة إلا بحق وما كانوا إذا مضلين. إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. من قبلك في الأولين من رسول إلا كان به يستهزئون. ذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به. هي قتل السنة الأولين فتحنا عليهم بابا من السماء فذلنا فيه الرجل. إنما سكرت السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان رجيم. إلا من استرق السماء فأتبع شهاب مبين. وقد مددناها وألغيناها فيها رواسي وأمدنا فيها من كل شيء موزون. وجعلنا لكم فيها معايش ومن لستم له برازقين. إلا عندنا خزائنها ما ننزلها إلا بقدر معلوم. وأرسلنا الرياح لواقها فأنزلنا من السماء ماء فأغرسيناكم وما أنتم له بخازنين. وإنا لنحن نحيي ونميت ونحن الوارثون. ولقد علمنا المستقدمين منكم ولقد علمنا المستأخرين. خلقنا الإنسان من سلسال من حمإ مسنون. والجنة خلقناه من قبل من نار سموم. وإذا سوى وإذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من سلسال من حمإ مسنون. وإذا سويته ونفذت به من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة خلقهم النار قالك ألا تكون مع ساجدين. قال لم أكن لأسجد لبشر حياته من سلسال من حمإ مسنون. قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين. قال رب فانظرني إلى يوم البعثون. قال فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال رب بما لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم المعين. يا عبادك منهم المخلصين. هذا صراط علي مستقيم. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. إن جهنم لما ودهم أجمعين. فحسبت أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم. لجنات وعيون يدخلوها بسلام آمنين. وكان ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. لا يمسهم فيها
بارئ في الله بشقنا وذئك رب البر معه
السماء ما خلق من شراب ومن شجر تزيم ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات في ذلك الآية لقوم يتفكرون وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمرنا في ذلك الآيات لقوم يعملون ما ذرأ لكم في الأرض مختلفا ألوانه إن في ذلك الآية لقوم يذكرون أم الذي سخر البحر لتأكلوا منه لحما طريا وتستخرجوا منه حلية تلبسونها وترى الفلك الهوائل فيه قردة دهام لعلكم تشكرون ما في الأرض رواسي تمتد بكم أنهار وزغر لعلكم تهتدون غرامات وبالذي هم يهتدون أفمن يخلق الله لا تطلع إن الله لغفور رحيم الله يعلم ما تسرون وما تنبون وما كبيرة من دون الله لا يملكون شيئا وهم يعلمون فأتى الله بنيانهم من القواعد فغر عليهم الباب من باب وأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم فألغوا السلام ما كنا لما نسوا إبرا إن الله عليم بما كنا لما نسوا فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبس مثل المتكبرين وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم قالوا خيرا للذين أحسنوا فيها يا حسنة ودار الآخرة خير ولكن دار المتقين جنات عدن يدخلون تجري من تحتها الأنهار لهم فيها ما يشاءون كذلك يجزي الله المتقين الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يا أمر ربك كذلك فعل الذين من
مدري من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا مدري من شيء رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه ضلالة فسيروا بقد الأضرار كيف كان عاقبة المكذبين تعرس الأهداهم فإن الله جهد إيمانهم لا يبعث الله من يموت ولا يقدر عليه حقا ولكن أثر الناس لا يعلمون يبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما مولنا من بعد ما ظلموا لنبوئن في الدنيا أننا دخل أنما أخذت أمل لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا يوحى إليهم مكروا السيئات أن يصف الله بهم الأضرار يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تعلمهم فما هم بمجدين أخذهم ولا تهم فيهم فإن ربك كفر أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء تتفيأ ظلاله عن ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يسبحون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يأمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون له ما في السماوات والأرض فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فتاب تعلمون ويدعون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم الله لا تسألن عما ظل وجهه مسدا وهو كذب يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هود أم يدسه بالتراب هل ساء ما يكبر للذين لا يؤمنون بالآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستغفرون ساعة ولا يستقدمون يدعون لله ما يكرهون
ألسنتهم الكذبة أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار أنهم مفردون. والله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم إلا لتبين لهم الذي ظلم به ودمر من ظلم به. والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونه من مال فتح ودم لبنا خالصا سائغا للشاربين. ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخذون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون. أوحى ربك إلى النحل أن اتخذي فاسلكي سبل ربك ذللي يخرج من بطونها شراب مختلف الوان به جبال لكن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. الله خلقكم ثم يتوفاكم ومنكم من يرد إلى أرض العمر لكي لا يتم فما الذين فضلوا برد رزقهم على ما ملكت أيمانهم به سواه فبنعمة الله يجحدون. والله جعل لكم من أنفسكم أزواجا وجعل لكم من أزواجكم بنين وحفدة ورزقكم من الطيبات لا يملك لهم بضم السماوات ولا شيء ولا يستطيعون. لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على شيء ومن رزقناه منا رزقا حسنا فينفق منه أحدهما أبكم لا يقدر على شيء وهو كل على مولاه أينما يوجهه لا يتم غيره هل يستوي هو من يأمر بنزل وخلاص العبد المزمن. ولله غيب السماوات والأرض وما أمر الساعة إلا السماء لا يمسكن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا وجعل لكم من جلود الأنعام بيوتا تستخفون يوم ظعنكم ويوم إقامتكم مما خلق ظلالا وجعل لكم من الجبال أكنانا وجعل لكم سرابيل تبيكم الحر والسرابيل تبيكم فتك كذلك يجمع لمدى
شهيدا. ثم لا يذن للذين كفروا على حساسهم وإذا رأى الذين ظلموا العذاب فلا يغفر عنهم ولا هم ينظرون. وإذا رأى الذين أشركوا شركاءهم قالوا ربنا هؤلاء قلنا بدل من ذلك ما قال إليهم من أولئك إنكم لكاذبون. وأطاعوا إلى الله يومئذ السلام وذل ما كانوا يفترون. الذين كفروا وسدوا عن سبيل الله عليهم من أنفسهم وجنا بك شهيدا على هؤلاء ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء مهدا ورحمة وبشرى للمسلمين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وجعلتم الله عليكم أمينا إن الله يعلم ما تفعلون. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربع من أمة واحدة ولكن يضل من يشاء من يشاء وتتلف ما كتب لنا. ولا تتخذوا أيمانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد ثبوتها الذي
لا يؤمنون بآيات الله أولئك هم الظالمون. من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. فضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان. ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. خليل ولا عذاب مليم. وعلى الذين هادوا حرمنا ما غصصنا عليك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وأعلم بالمهتدين. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عاقبتم به وإن سبقتم فهو خير للسابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله. أسري بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد.
المسجد الأقصى الذي خلنا حولا لن نريح من آياتنا إلا والسميع بصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني لأنفسكم وإن أسأتم فلها فإذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم لا تبدو إلا
إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فأغفلهما فلا تولهما أغفل ولا تنهما وقلهما حول كريم واغفر لهما جناح الذل من الرحمة ونبهما كما ربياني صغير ربكم أعلم بما في نفوسكم أن تكونوا إلى عنقك فلا تبسطها كل البدء فتعود من المنبسط إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن غزهم كان غدا زنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يهلك بغضب إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد فالأولئك كان عنه مسير ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لا تبغى الأرض ولا تبلغ الجبال كل ذلك كان سيئا عند ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك وإذا ذكرت ربك في القرآن مهدا ولا ولا هدى نحن أعلم بما يستمعون به إذ يستمعون إليك وإذ هم نجوى إذ يقول الظالمون إذ تتبعون لا هدى مهدا انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضل فلا أو خلقاً
صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة فسيغضون إليك رؤوسهم يقولون متى هو قل سيكون غريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمد يا أحسن إن الشيطان حلوا بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا ربكم أعلم بكم إن يشاء يرحمكم إن يشاء يعذبكم أما أنزلناك عليهم كيرا ربك أعلم بمن في السماوات والأرض ولقد فضلنا زعمتم من دونه أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمة ويخافون عذابه إن عذاب ربك كان مهجورا قل من قرية إلا نحن مهلكوها قبل يوم القيامة أو معذبها عذابا شديدا كان ذلك في الكتاب مكتوبا وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون وآتينا ثمود الناقة مبصرة الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس والشجرة الملعونة في القرآن قد خوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإقنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة عليك أن ذرية إلا عليها فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأعمار والأولاد للبحر لتبتغوا من فضله إنه كان منكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فأما نجاكم من البر أردتم وكان هلاك كفورا فأمنتم أن نخسف بكم جانب البر أو نرسل عليكم حاسبا ثم لا تجد لكم مكيلا نعيدكم فيه تارة نور فنرسل عليكم غاصبا من الريح فنرئكم بما كفرتم ثم لا تجد لكم علينا به سبيلا ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا ومن كان في هذه أميرا من أمرتهم وأضلوا سبيلا وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتحصي علينا إذا نتبع
سبحنا من مغيل وعين خروفنا وترضى في السماء ولن نؤمن لرغيك حتى تنزل علينا كتابا لنرغب بها الا مجد الرسول وامر عن الناس ان يؤمنوا اجا يضلل فلن تجد لهم أولياء من دونه ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم هم يوم مرسا كما ويحن جهنم مطلقا أمزلناهم سبيلا ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أن
إن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم خزائن رحمة ربي بينات فاسأل بني إسرائيل هجا قال الآخرة إني لا ظنك يا موسى مسؤول قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لا ظنك يا يستفزهم من الأرض فأتمناه ومناه جميعا وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لقيا فبالحق أنزلناه وبالحق نزل ما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان قد ربنا لمفعولون للأذقان يقول ويزيدهم خشوعا قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى ولا تهتم بصلاتك ولا تخاف بها واتبع بعد ذلك سبيلا الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يكن له عوجا قائما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين عملوا الصالحات أن لهم أجرا حسنا الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا ولا آذانهم بالكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحسان أسال ما لم يكن أمدا نحن نبص عليك نبأهم بالحق إنهم فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها إلا أمرنا إذا شددا هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن اعتدى على الله
إلا الله فهو إلى الكافر. يا رجل لكم همكم من رحمته ويهيئ لكم من حملكم مرفقا. وترى الشمس إذا ضلعت تزاور عن كفهم ذات اليمين وإذا غربت تغرضهم ذات الشمال وهم في فجوة من ذلك من آيات الله من يهد الله فهم تديه ومن يهد فلا تجد لهم وليا مرشدا. وتصبهم أيمانا وهم رقود ونغلبهم ذات اليمين وذات الشمال وقلبهم باسط ذراعيه بالوسيد أو إن دلت عليهم أهليت منهم فلانا ولم مريت منهم ربا. وكذلك بعثناهم ليتسالوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم. الله. قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها الأزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلا يصيبن بكم أحدا إنهم يظهروا عليكم يرجمكم أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها إذ يتنازعون بينهم أمرهم فقالوا ابنوا عليهم بنيانا ربهم أعلم بهم على الذين غلبوا على أمرهم فلنتخذن عليهم مسجدا. سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم لعدتهم ما يعلمون إلا قليلا فلا تمال بهم إلا من ظاهرا ولا تلتف بهم بهم أحدا لا تقولن لشيء يبصر بحسب ما لهم من دونهم من ولي ولا يشرك بأمره أحدا. واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته ولا تجد من دونه ملتحدا. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان حبله فرضا. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيث ويغاث بماء كالكل يسجد إن تشترى وساء مرتفعا الذين آمنوا وعملوا الصالحات إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس وإستبرق متكئين فيها فجرنا خلالهما نهرا وكان
فقال لصاحبه ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها ما ظلما. قال له صاحبه وهو يحاوره أكفرت بالذي أرامك من ترابا ثم من نددا ثم سواك رجلا لكنه والله ربي ولا أجر بربي أحدا ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء ويرسل علي رسالا من السماء قد بها سيدا جميعا ليصبح ماؤها خولا فلا تستطيع تقول ظلما بيض من ثمره فاصبح يغلب كفيه على ما انفض فيها ترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه فتتخذونه وذريته أولياء ويجادل الذين كفروا بالباطل ليتدبروا
آيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وراء استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا
امرأتي عامر عبد من لدنك مليا ابني ويرى
شروك بغلام اسمه يحيى لم يجعل لها ما قبل سميا قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقلة وأذلت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلصتك من قبل فلم تك شيئا قال ربي اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أبا ماضيا حملته فتبدت به مكانا قسيا فجاء المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني كنت قبل هذا كنت نسيا ماسيا فناداها من تحتها قلت إليك بجذع النخلة تساقت عليك رطبا جنيا كلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر عدا فقولي يا يوم ولدت ويا يوم أمات ويا يوم أمات حيا ذلك عيسى ابن مريم قول الحق الذي فيه يمتلون وكان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يغير ربا فيقال وأن الله ربي وحبكم قال لأبيه يا أبت لمن أبوه
يمسك عذاب من الأعمال فتكون بسندان خليا ألا راغب أن تنال يدي يا إبراهيم وإن لم تنتهي الهج مشنك وانجرني بليا قال سلام عليك سأستغفر لك ربي إنه كان بي حفيا وأعتزلكم وما تدون ما دون الله وأدعو ربي النبيين من ذرية آدم وممن حملنا مع نوح ومن ذرية إبراهيم وإسرائيل وممن هدينا واتبعنا فمن بعدهم خلفنا ضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يرون حيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي فأتى الرحمن عباده بغيره إنه كان عنده متيا إلا سلاما فلهم رزقهم بها مهكا وعشيا الجنة التي أورث من عبادنا من كان تقيا وما نتنزل إلا بأمر ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك وما كان ربك نسيا رب السماوات والأرض وما بينهما ثم لننزعنهم حول جهنم جثيا ثم لننزعن من كل شيعة أنهم أشد على الرحمن عصيا أعلم بالذين هم مولى بها صليا وإن منكم إلا واردها كان على حق جهنم بقيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر والباغيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير من هدى أفرأيت الذي كفر بآياتنا فقال له كأن مالا وولدا حضر غيبا أم اتخذ عند الرحمن هدى لا سنكتب ما يقول فنمد له من عذاب مدا ونرثه ما يقول فيأتينا فردا اتخذوه من
لله يا لهذا ليكونون من زكاة كلا سيكفرون بعبادتي فيكونون على يد الله وقرأنا أرسلنا الشياطين على الكافرين تهزهم مزا ولا تجل عليهم إنما نعد لهم مدا يوم نشر المتقين إلى الرحمن أبدا ونسوق المجرمين إلى جهنم فردا شفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن هدى قال الرحمن فلدا عجز شيئا ندا تكاد السماوات ينفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الدماء هدى للرحمن فلدا لا ينبغي للرحمن أن يتخذ فلدا كل من في السماوات وقد إلا عند الرحمن هدى وعدهم عدا وكلهم أتيه يوم القيامة جفتا الذين آمنوا وعملوا الصالحات زادهم لهم الرحمن ودا إنما أنزلناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا كم ملكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم رزا ما أنزلنا عليك القرآن لتزكى تذكرة لمن يشاء تنزيلا ممن خلق الأرض والسماوات الأرض على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى وإن تجهر بالقول فإنه لعلم سر وأخفى لا إله إلا هو لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبز واجد على النار هدى فلما أعطاها هدى يا موسى إني أرى ربك فاخلع عليك إنك بالواد المهندس طوى أخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية تكاد فيها تتجاه كل نفس بما تنسى فلا يسدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتدا بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها إلى جناحك تخرج بيضاء من غير سوء لا يتنفى من آيات ركبه إذا بلا فرعون إنه دعا قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أبي هارون أخي اشدد به أجري وأشركه في أمري بحق كثيرا كرك كثيرا كنت بلا بصيرا على غدود ديدا سنك يا موسى ولقد عليك مرة أخرى إذا أوحينا يا أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن ولا تنسى فنجيناك من الغم وفتناك فتوى فلبثت سنين في بني حزن ثم جئت على قدري يا موسى فاصطنعتك لنسيتك Yeah. Yeah.
فأرسل معنا بني إسرائيل فلا تعذب مدنا أرضكم بسلامة أذهب بطريقة تقب المزلام أجمعوا كيدكم ثم تذهب وأذهب على أمام السلام يا موسى إما أن ترضي إما أنك لا ولم أمام قال بل الغوف إذا عبال وعصي ما صنعوا إنما صنعوا كيد الساحر ولا أمر الساحر ولا جهد فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون موسى ألا أمنتم له قبل أن أذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلا أقد عن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولا أصلبنكم في جذوع النخل ولا تغمن عينا أشد عذاب وهو فلولا نؤثرك على ما جاءنا من البينات والذي فطرنا لهم طريقا في البغي فتلا لهذا البرد ولا تشاء فأطبعهم فرعون بجنوده
فغشيهم من اليم ما غشيهم وضل بأرضهم وما هدى. يا بني إسرائيل قد أنجيناكم من عدوكم وولناكم فيحل عليكم ما ظلم يا ليالي يا ظلم يا ظلم يا ظلم لمن تاب وامن فامن صالحا ثم اهتدى وما اعجلك عن قومك يا موسى قال على خطري وعجلت اليك رب ارتضى قال فانا قد فتنا من بعدك وأضلهم السامري فرجع موسى إلى قومه أذان هزفا فأيا قوم ألم يعدكم ربكم وعدا حسنا أفضال عليكم العهد أم أردتم أن يحل عليكم عذاب من ربكم فألفتم موعدي قالوا ما أخلفنا موعدك بملكنا ولكننا حملنا أوزارا من زينة القوم فغذفنا فكذلك ألقى السامري فأخرج له منا جسدا له خمارا فقال هذا إله ثم إله موسى فلا يرى ما كان يدعو إله قال لا يملك لهم ذرا ولا نفا لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي إني خشيت أن تقول حربت بين بني إسرائيل وأنت قومي حدك يا سامري أنا بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ضلت عليه عاكفا لن أهربنه ثم لن أهربنه بلم نزع إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما كذلك نقص عليك من أنباء ما قد سبق فالله ترى بها عوجا ولا أمتا يومئذ يتبعون الداعي لا عوج له ورجعت الأسباب للأمار فلا تسمع إلا همسا فهو الشفاعة إلا من أذر له الرحمن وهدي له يعلم ما بين أيديهم صرفنا فيه من الوحيد لعلهم يسألون
كل حق وانا تعجل بالقران ما قبل ان يرضى اليك ما يهوى الرب اني ما لغت هذا ما قبل فنسي مجده عزما قلنا للملائكه اسجدوا لادم وسجدوا الى ابليس ابا ادم ان هذا عدو ولذلك فلا يهجنكما احدى النفس والنفس ان لك الا تدعو فيها ولا ترى وانك لا تظهر بها ولا تظهر فوسوس اليه الشيطان قال يا ادم هل تدلك على جنه الخلد وملك لا يبلى فاكلا منا فبدت لهما صواتهما وضفرا يصفان عليهما من ولد الجنة وعسى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليهم هدى قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدوا فإما يأتينكم مني هدى ومن اجتبى هدى أسرف ولم يؤمن بآيات ربه ولا عذاب الآخرة أشد وأبقى أفلم يهد لهم كم أهلكنا قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات لأولي النهى لولا كلمة سبقت من ربك لكان حجاما وأجل مسمى فاصبر على ما وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها من آناء الليل وسبح آداب النهار لعلك ترضى ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا من زهرة الحياة الدنيا ونفتنهم به ولد ربك خير وأمر لك بالصلاة واصطبر عليها لا نسأل بآية من ربي أولم تأتي بينة ما في الصحف الأولى ولو أنا أهلكناهم بعذاب من قبله لقالوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ما قبل أن لله ونرجع كل متربص فتربصوا فسلام للناس كتابا ما يأتيهم من ذكر من ربهم مدى إلا سماهم يرحمون لاهية قلوبهم وأسر النجوى الذين ظلموا فَأَنْجَيْنَاهُ وَمَنْ نَشَاءُ وَأَهْلَكْنَا الْمُسْرِفِينَ
إذا لهوا لهوا بالحق على الباطل فيغنعوا فإذا فتاحق ولكم الويل مما كسبا وما في السماوات والأرض ومن لا يستنبطون عن عبادتي ولا يستنزلون الليل نفحة من عذاب
لربك لا يقول فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثل حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا ولقد أتينا موسى آتينا حكما وعلما وسخرنا داود الجبال يهتمنا وتينا وكنا حائلين وعلمناه صنعة لموس لكم لازمكم بماسكم ما لا تنتهي ولسليمان الريح
لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين له ونجينا من الغم كذلك نجي المؤمنين زكريا إذ نادى أحسنت فرجا فنفعنا فيها الروحنا وجعلنا يخلي الأمام هذه وهم الضغم جوال وتردعوا أمرهم بين الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين وما تعبدون من دون الله يحسب جهنم أنتم لها وإلا لو كان هؤلاء تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم تعدى يوم ندعي السماء كطي السجل للقدام أما بدنا ولا هم يعيد بدنا لينا كل ما إليه ولقد كتبنا في الزبور من بعد حق ربنا لما لقد
الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة قيامة يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرحام ما نشاء إلى أجل مسمى ما شاء الله ثم نخرجكم طفلا ثم لتبلغوا أشدكم ومنكم من يتوفى ومنكم من يرد إلى أرذل العمر لكي لا يعلم من بعد علم شيئا وترى الأرض هامدة وإذا أنزلنا عليها الماء فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليضع والصابين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يصل بينهم يوم القيامة إن الله على كل شيء ألم ترى أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حتى عليه العذاب ومن يهن الله فما له من ملهم إلا الله يفعل ما يشاء هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحمير ويسال بهم الله
كفروا ويصدون عن سبيل الله والمسجد الحرام الذي جعلناه للناس سواء عاكفوا بهم البادئ من مكان البيت الله ضن به شيئا وطهر بيت للطائفين الطائفين حتى يسجد وأذن في الناس بالحج يتوك رجالا وعلى كل طابرية كل مسجد نبي يشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله فيه أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام أكثر من أعواد مربعي سلطان ليعضوا تفضل وليعطينا ليلة وليتخوفوا بالبيت العظيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم أجل الرزق من الأرض يعتقد الله حرفا لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء وقوم لوط وأصحاب مدين
قرية فكأي من قرية أهل الدوار يا دار المهدار يا قرية على أرضها بهم أدلت وحسن مشير أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها بالعذاب ولن يخلف الله وعده وإن يا من أنت همك لأب سنة من ما سألت وكأي ما ورد أمليت لها ويا ظالمة ثم أخذتها وإلي المنزل أيها الناس إنما لكم نذير مبين الذين آمنوا الحق من ربك فيؤمنوا به فاتوب يتبعوا لما فإن الله الهادي الذين آمنوا إلى صراط مستقيم لا يزال الذين كفروا في مرية منه حتى فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جناتنا والذين كفروا وكذبوا بآياتنا فأولئك لهم عذاب مهين والذين آمنوا في سبيل الله ثم قتلوا بمثل ما عوقب به ثم بغي عليه ليصرنه ما إن الله لا يغفر ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وأن الله سميع بصير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه في الأرض والفلك تجري في البحر بأمره ويمسك السماء ما في السماء ولا الأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير ويعبدون من دون
به سلطانا وليس له بعلم وما للظالمين من نصير. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر يكادون يصدون بالذين يتلون عليهم آياتنا. فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يصدقوا الذباب شيئا يساعد من الله والنار محمد ما قدر الله حق قدره إن الله من عزيز الله يصطفي من أبناء حق جهاده واجتباكم ما جعل عليكم في الدين من حرج من لدابيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس قدم لها المؤمنات في صلاتهم واجهات عن اللغو مرهنات للزكاة فاهلات لفلوتهم حافظات إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم وإنهم ويجب ملومين ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم الحادون والذين هم المضغة عظاما فكسانا عظاما ماتم من جنة وقد أخذ تبارك الله أسن خادما إنكم بعد ذلك لميتون إنكم يوم القيامة تبثون ولقد خلقنا فوقكم سوى دلائق وما كنا نعلو الغرابين وأنزلنا من السماء ماء تخرج من دور سراء ثم تبدل أسما للآجل وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع مثل أدام لا تكون عليها وعلى الوقت منافع ولقد أرسلنا نوحا إلى بشر مثلكم يريد أن يتفضل عليكم ولا شاء الله أنزل ملائكة تباس من يوم هذا في أباك الأولين وإلا رجل من الندى فتلبسوا به حتى قال
بأعيننا ووحينا فإذا جاء أمرنا وفارت النور فاسلك فيها من كل زبائن ولك إلا ما سبق وأترفناهم في الحياة الدنيا ما هذا إلا بشر منكم يأكل مما تأكلون منه ويشرب مما تشربون ولئن أضعتم بشرا منكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا أمتكم